متابعين ديالنا، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. اهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنسابي، جاءوا للحفل على شوق، فجزهم الجنة يا باري، فجزهم الجنة. ايوا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. هانيه، اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع شي حراره؟ اللي عنده حراره ومع الصيام، كاينين الناس اللي ما تيقدوش على الصيام والحراره. المهم الخوت، بغيت نقول لكم واحد الحاجه، نتشاور معاكم حتى نتوما. بغيت نعتزل هكا اليوتيوب واحد الفتره، للظروف احكام كيف ما تيسميوه، وحتى نشوف عاوتاني. المهم ما عرفت، المهم نعتزل هاد الشهر تيفوت رمضان ان شاء الله، ونبداو عاوتاني في شي روتينات هكا، وشي حاجه ولا شي فلوكات ولا شي حاجه. المهم نعتزلو هاد رمضان، تيفوت رمضان ان شاء الله ونبداو. حيت الصراحه راكم عارفين، ما عنديش شي محتوى اخر من غير الطياب، وداك الشيء اللي كندير في الدار كنشاركو معاكم. ولكن كاين واحد السبب اللي خلاني ما نبقاش نصور. مهم، ما بغيتش نقوله دابا. المهم دابا غادي نقول لكم شحال درت ديال الدقيق. درت زلافه ديال الفورص، زلافه ديال القمح، وزلافه ديال داك الدقيق العادي تنسميوه حنا العادي، ما عرفت شنو سميتو صراحه. المهم هذاك الدقيق المدعم اللي كات، المهم اللي تيجي في تنسميوه حنا في سميتو في البلاد او الرنبو، الدقيق ديال البو. المهم هادشي باش تنعرفو. صافي، درت فيه زلافه وكل حاجه، درت فيه زلافه. والمهم دابا غادي ندير الخميره على حساب الجو، غندير جوج معالق. الله يجعل البركه. وغادي ندير شويه ديال الملحه غادي نديرها في الجهه الاخرى باش ما تخسرش ليا الخميره. ايوا، والماء 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 يا لنا. وغادي تعجنها ليا عاد بنتي هذا النهار، باش نعجنها في الماكينه بلا ما نبرز عائشه، حيت كاين ما يدار الاخر. بسم الله، والما دافي حيت الجو عندنا راكم عارفين باقي برد، مازال البرد عندنا في البلاد. ايوا دابا نبداو على بركة الله. المهم غادي نعجن العجينة ديالنا باش ما نبرزكم بالصوت ديال العجانة، ونرجع هانتوما العجينة رجعت هي عادي. المهم حاولت ندهنها بشوية ديال الزيت باش نبدا نقطعها ونشكلها كويرات. غادي ندير ليهم الدقيق باش ما يلتصقوش ليا في الطبلة، وغادي ندوب ليهم هكا. هكا ما كيبانوش. ايوا، انتما كتشوفوا راه ما كتبش نصور فاش كنت درتهم كواري، حتى نقرز حتى تقربت نساليهم بالتقراص، عاد جات عيشه وقلت لي اصور هذا المقطع. المهم كما كتشوفوا راني نقرزتهم هكا هادو، درتهم صغارين ودرت اربعه كبارين باش نقسمهم. ايوا هادشي اللي كاين، هانتوما معانا حتى انت. انا قلت لكم راه غادي نقسم هادي على اربعه باش يجيوني مثلثات. ايوا هانتوما، هنا صافي راه بديت كنطيب، غادي نطيبهم. راه صغرتهم هكا، راه المقله كتهز ليا خمسه حيتاش صغار. هانتوما غير كنحطهم كنقلبهم دغيا، غير تيشدو روسهم تنقلبهم باش يجيوني هما هادوك باش يتنفخو.
كما سماو معي ما قال لك الخبز، الخبز اش الخبز منفوخ ولا ما عرفتش شنو سما عماد. المهم انتم كتشوفوا درت فيهم، درت في المقله 5 تنقلبهم هكا ما تنخليهمش يطيبوا مزيان باش يتنفخوا ليا، حيت الا خليتهم يطيبوا راه ما غاديش يتنفخوا باش نلقى نعمرهم. المهم انتم كتشوفوا هنايا ما تنقلب ما تقلب قلب ما تقلب ايوا حتى نساليهم. هانتوما كتشوفوها هما تيتنفخوا، صراحه جاوا ليا زوينين الحمد لله، تنفخوا مزيان وتحلوا زعما ما عذبونيش باش نبقى نحل فيهم ولا شي حاجه ولا فيهم البابا الداخل ولا راجاوهم هذوك. والمهم الخوت وقيل غادي نقول لكم السلام عليكم، غادي ما غاديش نبقى نحط لكم فيديوهات وقيلة وقيلة في رمضان حتى يفوت رمضان ان شاء الله ونشوفو تاني. وهنا بديت كنطيب هذوك 4 اللي درت هكا، غادي نقسمهم هكا قطعتهم هكا باش يجيوني مثلثات. ايوا هنا صافي جينا باش نعمرو البطبوط ديالنا من اللي ساليتو. هنا قريب المغرب ودان وجدت الحشوه ما شاركتش معكم باش ما يجينيش الفيديو طويل. هنا تنقطع في الخبزه ديال في الخبيزه ديالي تنوريها لكم انتما كتشوفوها بلا ما فيها لا البابا لا حتى حاجه. ايوا هاد المثلثات هنا يوسف هو اللي تيصورني وتيلعب هكا بالتليفون. ايوا انتما كتشوفوا راه محلولين مزيان الحمد لله. هنا عندي شويه ديال الخس، شويه ديال الخيزو حكيتو، شويه ديال الخيار، شويه ديال المطيشه، وغادي ندير لهم شويه ديال الكمون البزار، كل واحد يدير داكشي اللي بغا، وشويه ديال الملحه. وغادي ندير هذا الطون غادي ندير وحده ونص، راكم عارفين راه ما تيكون فيها والو، تيكون فيها غير واحد شويه. المهم غادي ندير واحد شويه وغادي نخلي واحد النص حيت شمي ما كتاكلش هاد الخضره. غادي ندير ليها ديالها غادي نعمرها بالطون والبطاطا. ايوا هادشي اللي كاين. وانا زدت شويه ديال الزيتون كنت نسيتو ما درتوش في الاول. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا المهم الخوت كما قلت لكم واقيلا غادي نعتزل اليوتيوب حتى يفوت رمضان، والله ما مازال ما عرفت واش اشبان لكم انتوما، واش نغبر حتى يفوت رمضان ولا نبقى نشارك معكم داكشي اللي قسم الله. والله ما بقيت عارفه ما نقول، حيره والله الا حرت ما بقيت عارفه اش غندير، واش صافي نعتزل من اليوتيوب، واش صراحه ما عرفت ما نقول لكم وما عرفت ما ندير. الا ما عندي باش غنبدل المحتوى وما عندي ما عرفت كيفاش غندير والله. ايوا المهم اعطيوني الراي ديالكم في التعاليق، واش صافي نعتزل، واش نبقى مستمره معكم، واش قولوا لي اش غندير. والمهم انتما كنعمر البطبوطات ديالي، غادي نعمرهم كاملين هكا ونرجع باش نشارك معكم الشكل النهائي ديالهم. وكما كتشوفوا راه كنزرب الفيديو باش ما يجيش طويل. ايوا انتما الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. هاد الشيء اللي قسم الله، هاد الشيء اللي درنا اليوم الفطور، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. الحمد لله هاد الشيء كثير، الحمد لله فطرنا به والحمد لله. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. واللي كتحام واللي تها شي حاجه في هاد الشيء اللي كنحط يسمح لينا بزاف بزاف. ولكن كما قلت لكم راه ما عندي باش غادي نبدل المحتوى ولا شي حاجه. مهم هادشي اللي باش عرفتوا القناه ديالنا من النهار الاول، وما عرفت ما ندير والله الا حيره يا الاخوان. مهم اللي شهيتو يسمح لي بزاف بزاف، سواء العيالات سواء الرجال. ايوا المهم تهلاو في ريوسكم حتى الفيديو الجاي لكتاب. مهم هادي يا لمي التهومه. بسلامه.